معارك مشتعلة ولليوم الرابع على التوالي في جبهات تعز ومحاورها المختلفة. أشد المعارك تلك في الجبهة الغربية والشمالية الغربية والساحل الغربي. الجيش الوطني تمكن فيها من السيطرة على العديد من المواقع الهامة شمالي غرب تعز، وأهمها تبة الرادر والقارع وأجزاء واسعة من تبة الشيباني، وبالقرب من تقاطع شارع الخمسين وقطع خطوط إمداد الميليشيات في المنطقة وسط استمرار المعارك والتقدم المستمر. حصل تقدم الصباح من الساعة 6 صباحا، قمنا بالهجوم على الميليشيات الحوثية في عدة مواقع، سيطرنا على عدة مواقع في الجبهة الشمالية، إن شاء الله بنأخذ معارك حتى نوصل 60. إلى الساحل الغربي لتعز، وبالقرب منه محور الكدحة التي تدور فيها معارك عنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية التي تتقدم فيها حينا وتتراجع في أغلب الأحيان، كما هو الحال بالقرب من معسكر خالد ومفرق المخا ومحيط جبل النار التي تتراجع فيها الميليشيات تحت ضربات قوات الجيش الوطني. المعارك على أشدها في اتجاه الساحل، وبالذات في اتجاه معسكر خالد وجبل النار، معارك قوية جدا. الدعم اللامحدود من الإخوة في دول التحالف كبير، وما زال الطيران يشتغل ليل نهار، وهذا جهد يشكر عليه. فإذا بل لم يشكر الناس لم يشكر الله، ونحن نشكر الإخوة في التحالف على هذه المجهود الكبير. تحركات متوازية ومتوازنة بين ما يقوم به الجيش الوطني في جبهات القتال المختلفة وبين ما تقوم به القبائل اليمنية في مختلف مناطق اليمن لمساندة ومؤازرة قوات الشرعية بهدف إنهاء الانقلاب. معارك عنيفة تخوضها وحدات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال في تعز، أعنفها في الجبهة الشمالية حيث تتقدم باتجاه شارع الخمسين بعد سيطرتها على العديد من المواقع المهمة. محمد الحذيفي الإخبارية من الجبهة الشمالية لمدينة تعز.